بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. انطلق شهر رمضان المبارك في باكستان، وسيكون اليوم أول أيام شهر الصيام، وبهذا الصدد أقيد اجتماع لجنة مشاهدة الهلال في مدينة بيشاور، وأعلن رئيس اللجنة المولانا عبد الخبير آزاد وبعد ورود الشهادات أن مشاهدة الهلال تقدم فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي من الشعب والدولة الإسلامية بالتهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال في رسالته بأن هذا الشهر يلقن الإنسان درس الباسطة وحياة الحذر، وقال بأن العالم اليوم قلق أزاء الموجات الثلاثة من وباء كورونا، وشدد على ضرورة تجنب اللقاءات غير الضرورية وتبني سور الطهارة والحماية الصحية. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان، وهو تقدم بتهاني من الشعب لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بأن الهدف من الصيام الاجتناب والمعنويات الإيثار والتعاطف، وبأن العالم اليوم يشهد ما يلحق وباء كورونا من دمار، وناشاد المواطنين بالحضور شهر رمضان في العام الماضي، وأن مسؤولية المجتمع تأمين تطبيق الخطوات الصحية، ويدعين على الجميع مواجهة الوضع بالاتحاد، وبأن يدعين على الجميع الاهتمام بالمستحقين وتعيين حول الخارجين المنتفئين وعدم تشجيعهم. توفي 118 بالمزيد من فيروس كورونا في البلاد، في أصيب 4318 بالمزيد، كما تم تلقي أكثر من 1,300,000 بلقاح المدى الكورونا. تم إهداء حكومة باكستان 100 طن من التمور من المملكة العربية السعودية. وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى إسلام آباد نواف سعيد المالكي في مراسم التسليم، نواف سعيد المالكي التي جرت في السفارة السعودية في إسلام آباد، بأن حكومة وشعب السعودية يكنان معبة خاصة لنظيرهما الباكستانيان. وقال السفير السعودي بأن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب باكستان في كل الأوقات العصيبة. وقال مدير العام لقسم مجلس الوزراء العميد طاهر راشد بأن هذه المملكة العربية السعودية تعكس العلاقات الفائقة بين البلدين. استقبل معالي وزير الطاقة عمر أيوب خان في إسلام آباد سفير المملكة العربية السعودية نواف سعيد المالكي، وتبادل معه وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي، ووصف معالي الوزير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة بالمري، وقال بأن هناك فرص كبيرة للاستثمار في مجال الطاقة البديل في باكستان. وقال بأن توفر الطاقة في باكستان يلعب دور مهم في تنمية الاقتصاد. وقال السفير السعودي بأن بلاده تقوم بالاستثمار في باكستان في مجال الطاقة. قامت قوات الأمن بعمليات عسكرية في منطقة لدا من وزيرستان الشمالية، أثر تصل معلومات استخباراتية واستنادا إلى قسم العلاقات العامة، فلدى تبادل إطلاق النار ثم النيل من الإرهابي بير الملك بأسر، وكان المقتول دوليا في التعرض إلى قوة الأمن وعدو نشيط في حركة طالبان باكستان المهزورة منذ عام 2005، وكان أول عدو في مجموعة بيت الله محسود، وبعد مقتل حكيم الله محسود أنضم إلى مجموعة شهريار.
الركني، ما حاز أمريكا بالانسحاب العسكري من أفغانستان في 11 من أيلول من العام الجاري، واستنادا إلى وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن يستطيع اليوم الآن المهم بشأن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، وسيكون هذا القرار الأكبر والأول منذ تولي بايدن منصب الرئاسة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتفاق بين الرئيس الأمريكي السابق ترامب وحركة طالبان أفغانستان في شباط من العام 2020 الذي بموجبه ستقوم أمريكا وقوات الأجنبية بالانسحاب من أفغانستان في الأول من أيار المقبل. ولكن الرئيس بايدن كان قد صرح في الشهر الماضي بأن الانسحاب في الموعد المقرر سعى من جهة أخرى. ذكر طالبان أفغانستان بأنه لا نيات للمشاركة في مؤتمر الأمن في مدينة اسطنبول التركية، وعلى الصعيد الميداني وفي عديد من المهجمات في مختلف المناطق من أفغانستان قضي 22 من قوات الأمن وأصيب العديد. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.